فاجأت الفنانة صفية العمري متابعيها خلال الساعات الأخيرة بصورة جديدة في أحد الظهور ليها مع ابنها أحمد. لحد كده عادي، بس اللي مش عادي حصل بعد كده. شاركت الفنانة صفية العمري الصورة على حسابها الشخصي بموقع انستجرام وقالت: بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد. ابنك إزاي؟ ناس كتيرة بدأت إنها تسأل عن فرق العمر بينهم لأن ابنها شكله صغير، وقال واحد من المتابعين: ما شاء الله زي أخوكي، ربنا يخليكم لبعض. واحد تاني قال: زي القمر. اثارت الجدل بسبب ان عمر نجل الفنانة صفية العمري احمد كان صغير ومش ظاهر اي فرق سن كبير ما بينهم. المهم، تفتكر بقى عمر ابن الفنانة صفية العمري كام سنة؟ شاركنا في الكومنتات.